السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا مدوزين النهار بخير وعلى خير. هذا النهار جبت لكم طارطه بجينواز ديال المقله كيف ما معروفه في اليوتيوب. عندنا هنايا 200 غرام ديال الفرينه مغربله، ربع كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، 150 غرام ديال السكر، خماره حمراء، وجوج ديال لافانيات، وخمسة ديال البيضات. نبداو البنات، بسم الله. بالنسبة لي ما عندهاش ماشينة تاع العجين، ديريها في الخلاط الكهربائي. غادي نزيدو هاد 150 غرام ديال السكر، عبارة ديال كاس ديال العنبة، وغادي نديروهم ينطحنو حتى كترجع لنا البيض والسكر يرجع بيض. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما طلعت لنا البيض والسكر رجع الخليط بيض، غادي نزيدو عليه الزيت والحليب، ودوك جوج البانيات. نرجعوهم شوية، من بعد البنات ما خلصت مع هادوك المقادير كاملين كما كتشوفوا. دابا غادي نزيد فرينة ونزيد هاديك خمارة حمراء. الفرينة هنا راني مغربلاها، بس قد تدخلوها في داك الخليط غير بشوية. حتى كيتخلط كل شيء.
نسيت هاد الناس ما قلت لكمش خصكم تغطيوها باش في الساعة تبلكم. ديروها كيف ما كتشوفوا، تخليوها على نار هادئه حتى تحسوا بها طابت من التحت، تقلبوها غير واحد شويه يعني تذهب اللون ديالها وتحيدوها. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا الجنازه كتجي كيف ما كنقولوا حنا بونجا، كتجي رائعه خفيفة. غادي نزيد الزوجه نفس الطريقه. ها هي الثانيه، انا مع غلطتها شويه خرجت لي جوج. الا إيه كنتي غير باغيه ثلاثه رقيها يعني ما تكثرش الخليط في المقله. عندنا هنا كريمه ديال بغافو، انا استعملت جوج قوابس من هاد الكريمه 200 مليلتر يعني 400 مليلتر مع باكيه ديال لاموس. هيا البنات من بعد ما طلعنا ديك لاموس والكريمه شوفوا كيف راها طالعه، خصها تجي الكريمه واقفه باش ما تهبط لكمش مي تكون تمونطي. هنا البنات انا كنسقي بالمناضه، الا كانت عندك هاواي ولا بومس كيجي رائع، جربوها وردوا عليا. وتقدري ديري السيرو عادي كما كنعرفوه كاملين تاع السكر والماء، تبخيه تخليه حتى يبرد وديري تسقي به عصير الجينوس ديالك. عذرا من بعد ما درنا الكريم في الطبقة الأولى كما كتشوفوا إذا كان عندكم لوز إيفيلي ولا قرقع مهرمش، لوز مهرمش تقدروا ديروا هنايا هكا تفرتشوه في الوسط باش تزيدوا الطبقه الثانيه. كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما مونطيتها غادي يبقى لي تزيين. هنا البنات باش غادي نخدم الكلاصاج غناخد جيلاتين، هذا جيلاتين بودغ، ديري معلقة صغيرة ديال الجيلاتين وغادي تزيدي عليها 5 المعالق ديال الماء، وغادي ديري الشوكولا ديال الكدوب كاين اللي كيديرها في بان ماغي، انا كنبغي نديرها في ميكرو اون تحسن في ساكة دوبلي. وهتاخدي معاها كاس ديال الحليب سخون تزيديه عليها وتحركي مليح وتزيدي عليهم جيلاتين وتخليهم حتى يبردوا، عاد تخويهم على لاطارت حيت الا خويتيهم هاك سخونين على لاطارت غادي ديك الكريمه دي تدوب. كما كتشوفوا معايا كيف رجع جيلاتين نزت عليه الماء. وها هي حبيبه ديالي لا طارت ديالي، بسيطه سهله ما فيهاش طوال بزاف. نتمنى تعجبكم، واش عجبني اللي عجبك دير لايك ما تنساش تخلي كومونتير ديالك يهمني الاراء ديالكم، واللي ما مازال ما تابوناش معايا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي ديري ابوني وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلك الجديد ان شاء الله.